today we are going to deal with a very important uh, topic here. Uh, the basic for all biology uh, lectures is the cell structure and cell organelles. let me start, as usual, by the learning objectives. learning objectives here. Uh, number one, to compare between prokaryotic and eukaryotic. number two, to describe the structure of cell. membrane 3 to summarize the types of transport across the cell membrane و number four to state how eukaryotic move large molecules across the membrane تعالوا عايز ألخص المحاضرة بتاعت النهاردة المحاضرة بتاعت النهاردة هنبتدي كده ناخد الجزء الأول من cell structure هنركز فيه على تقسيمه السل بصفة عامة إن أنا In biology, I have two types of cells. Prokaryotic, اللي هي الخلايا الأولية اللي ما فيش فيها نواة بشكل محدد. إنما المادة الوراثية اللي هي the ال genetic information اللي هي الكروموزومز موجودة without nuclear membrane. فما فيش نواة جوا. هي عبارة عن cytoplasm. وجوه السيتوبلازم في ريبوزومز و دي ان ايه ادي الخليه الاوليه هي البروكاريوتيك اللي هي غالبا بتبقى في البكتيريا اللي موجوده في الحوالي حوالين من مننا اما الايوكاريوتيك اللي هي ايو وانتم عارفين كلمه ايو يعني حقيقي وكاريوتيك يعني نواه نواه يعني لها نواه حقيقية لها نواه حقيقي يعني معنى كده انه الدي ان إيه بتاعها سراوندد باي نيوكلير ميمبرين سراوندد باي ايه نيوكلير ميمبرين طيب آه هتتكلم عن ايه كمان؟ هنتكلم على السيل ميمبرين هنتكلم على يعني الجزء الاولاني هتكلم على انواع الخلايا، الجزء الثاني هتكلم على السيل ميمبرين السيل ميمبرين والله آه آه تركيبه عامل ازاي؟ ال آه آه ال ال آه والجاسز، عارفين الخليه دايما بتحتاج ايه؟ بتحتاج اكسجين وبتخرج كربون دايوكسيد وبتحتاج جلوكوز، بتحتاج امينو اسيدز علشان الفيتاليتي بتاعتها عشان تقدر تعيش طب الحاجات دي بتخش من خلال السيل ميمبرين ازاي ده ياخدنا ان احنا نعرف تركيب السيل ميمبرين ونعرف ذا تايبس اوف ترانسبورت اكروز ذا سيل خلينا نبتدي كده واحده واحده لانه هنختم في الاخر طب لو الخليه عايزه تاخد حاجه كبيره زي بروتين او ليبيد وده موليكيول كبير هتعمل ايه وده اللي هنختم بيه محاضره تعالوا نبتدي كده بالانترودكشن Uh, the cell is a basic structural and functional unit of all living organisms. و uh, it is the smallest unit of uh, any organism. خلايا بتبقى صغيرة، في خلايا كبيرة وفي خلايا صغيرة في الهيومن فالسايز بتاعها بيبقى variable. Some organisms زي البكتيريا are unicellular، يعني الكائن الحي كله هو عبارة عن خلية واحدة، زي البكتيريا وزي البروتوزوا بعض البروتوزوا آه, زي الأميبا، دي بتبقى برضو عباره عن ليفنج اورجانيزمز هذا الاورجانيزم زي الهيومن وزي التريز وزي البلانتس بتبقى مالتي سيلولر عباره عن اكتر من خليه تايبس اوف سيلز عندي جدول جميل قوي اهوت بيقول لي هنا اهوت عندي نوعين بروكاريوتيك سيل وايوكاريوتيك سيل بروكاريوتيك الترم برو برو كاريوتيك برو يعني ما قبل النواه يعني الخليه اللي انا هوصفها دي كلها كده هي without nucleus يعني من غير نواه طيب اول سؤال هتساله لي طب الدي ان ايه بتاع الكروموزومال ماتيريال بتاعتها موجوده فين اقول لك موجوده في السيتوبلازم من غير غشاء نووي حواليها فهي فيها كروموزوم ماتيريال ولكن من غير غشاء نووي تمام اما الاييوكاريوتيك ايو يعني حقيقي وكاريوتيك يعني نواه يبقى كده فيه هنا نواه حقيقيه يبقى اذا فيه هنا غشاء نووي حوالين الماده الوراثيه اللي الكروموسوم تعالوا نبتدي كده بالسايز هنا سمول برو هنا لارج هنشوف الرسمه بتاعتها نيوكليس ابسنت لكن هنا في نيوكليس كروموزوم نمبر سنجل كروموزوم لكن هنا بيبقى مور ذان 1 كروموزوم ممبرين باوندد سيل اورجانيلز طبعا فيش هنا ميمبرين باوندد سيل اورجانيل زي ما هنعرف يعني ما فيش ميتوكوندريا يعني ما فيش اندوبلازميك ريتيكولم ما فيش جولجي ابريتس ما فيش البيروكسيزون ما فيش الحاجات دي لكن كلها هتبقى سيتوبلازم كلها هتبقى ايه سيتوبلازم طيب الايوكاريوتيك فيها ايه الايوكاريوتيك السيل آه, اورجانيلز موجوده فيها السيل اورجانيلز ايه موجوده فيها آه آه بشده يعني سيل ديفيجن الخليه هنا اهوت هتبقى ديفايدد باي فيشن اور باينري فيشن او بادنج فيشن اور بادنج اللي هي انقسام ثنائي بسيط خليه تكبر تنقسم تكبر تنقسم بنقول عليه باينري فيشن فيشل اما طبعا ايوكاريوتيك عندنا الميتوزيس والمايوزيس، ميتوزيس ان مايوزيس. عايز اكزامبل للبروكاريوتيك هي البكتيريا عايز اكزامبل للايوكاريوتيك عندي البلانت سيلز الانيمال سيلز الفنجاي تمام تعالوا نبص على الرسمتين كده ذيس از بروكاريوتيك اهو ادي السيل ميمبرين وادي الكروموزوم سنجل كروموزوم بيبقى سيركولر ان شيب كده لكن هو كروموزوم وحيد من غير ايه غشاء نووي تمام من غير نيوكلير ميمبرين اما السيل اللي هي الايو كاريوتيك بتلاقي بقى هنا سيل اورجانيلز جولجي اباريتاس ميتوكوندريا رافندوبلازميك لايسوسوم عندي كمان النواه اهوت نواه جواها نويه اللي هي نيوكليولس وسراوندد باي نيوكلير ميمبرين اوكي طيب نروح لتاني learning outcomes عندنا اللي هو ال content part of the content هو the structure of the cell. structure of the cell cell is surrounded by cell membrane او ادي السيل membrane الغشاء النووي الغشاء الخلوي بقى ده الغشاء النووي لا هنا انا بتكلم على الغشاء الخلوي الغشاء الخلوي the cell has jelly like fluid called cytoplasm اللي هو اللي باللون اللبني ده ده السيتوبلازم ده الايه؟ السيتوبلازم which holds many many organelles many many اورجانيلز جواه عندي الايه الاورجانيل اللي هي العضيات انت عارف كلمه اورجان يعني عضو اورجانيل يعني عضيات تصغير كلمه عضو طيب وات ار ذا ستراكشر اوف سيل ميمبرين سيل ميمبرين هيومن سيل سراوندد باي اوتر سيل ميمبرين هو هنا احنا ابتدينا بالفانكشن بس عشان نفهم فكره سيل ميمبرين سيل ميمبرين سراوند ذا سيلولار كونتنتس هو بيحوط سيل ميمبرين زي كده الأوضة اللي أنت قاعد عليها الغرفة اللي أنت قاعد عليها فيها هتلاقي إن هي سراوندد بالحيطان فأدي السيل membrane. أدي السيل membrane. It regulates the transport of substance in and out of the cell بينظم عملية دخول الخلايا دخولا وخروجا الكاركترز عندي عندي selectively permeable selectively ايه selectively permeable آه... small مولكيولز تم pass easily O2 so CO2 H2O كل دول بيعدوا بمنتهى الأريحية تمام طيب كده فهو بيعدي حاجات هيدروفوبيك موليكيولز برضو كمان بتعدي بسهولة زي الليبيد والستيرويد الله يعني في حاجات بتعدي بسهولة طيب أمال إيه سيلكتفلي قال لك آه أيونز والهيدروفيليك موليكيولز حاجات بقى اللي بتدوب في المية مع الأيونات اللي هي زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الكلورايد زي البايكارب الحاجات اللي هي ايونز والهيدروفيليك لا دو نوت موف ثرو ذا سيل ميمبرين ايزيلي إيه كمان البروتين ما يعديش بسهوله فانت عندك حاجات بتعدي وحاجات ما بتعديش معنى كده ان انت تقدر تقول عليه ايه بقى مش بيرميبل بقى هيبقى ايه سيلكتيفلي بيرميبل سيلكتيفلي سيلكتيفلي بيرميبل سيلكتيفلي بيرميبل اللي هي النفاذيه الاختياريه بيعدي اللي عايزه وما يعديش اللي مش عايزه طيب structure of cell membrane تعال كده هتلاقي ان هو عباره عن ايه انت بتاكل ايه يعني انت بتاكل ايه اكلك عباره عن ايه انت بتاكل ليبيدز دهون بروتينز هي البروتينات كربوهيدرات اللي هي النشويات فالسيل عباره عن كده برضه السيل ميمبرين عباره عن دهون وبروتينات ونشويات تعالوا نشوف الثلاث حاجات كده اللي قدامنا ديت كده وهيبقوا متوزعين ازاي هبتدي بالدهون الدهون هو لان الدهون عامله المين فريم of the cell membrane هو الموست اباندنت ماكرو مولكيولز آه، في العدد عددهم كبير قوي قوي عدد الليبيدز اللي موجود في السيل ميمبرين آه، الموليكيولز بتاعته كتيره جدا موست اباندنت ماكرو مولكيول بروفايد بيزك ستراكشر اند فريم وورك هو ده اللي انا بقول عليه عدده كبير وهو بيديني الفريم وورك آه، آه، الهيكل الاساسي للممبرين عباره عن فوسفوليبيدز اند كوليستيرول فوسفوليبيدز اند كوليستيرول فوسفوليبيدز اهو ادي الفوسفوليبيدز احنا اتكلمنا عن الفوسفوليبيدز عباره عن ايه ارنجد ان باي لاير باي لاير كويس والسيل الفوسفوليبيد عباره عن سيمي ليكويد اه 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 شكله كده عامل زي السيمي ليكويد زي السيمي ليكويد فهو عباره عن بولر بارت اللي هو لونه براون ده اللي هو الفوسفيت بارت اللي بره فوسفيت جروب هيدروفيليك لبره ونان بولر بارت اللي هو اللي جوه شوف كده الجزء اللي هيدروفيليك اللي هو البراون ده لبره الهيدروفيليك اللي بيحب المايه اللي هو الفوسفات اما الفاتي اسيد اللي هو النون بولر ده هيدروفوبيك بيبقى داخليا يعني اللي هو ده اللي هو الجزء اللي ايه الداخلي ده كويس يبقى عندي فوسفوليبيد باي لاير هيدروفيليك بارت اوتسايد هيدروفوبيك بارت انسايد هيدروفيليك بارت هو الفوسفات والهيدروفوبيك بارت هو الفاتي اسيد تاني حاجة ادي طبعا ادي الفوسفوليبيد اهو تاني حاجة بحطها الكوليستيرول اللي هو باللون الاصفر كوليستيرول بروفايد سبورت فور ذا ميمبرين فهو موجود في السيل ميمبرين علشان الايه علشان السبورت علشان السبورت طيب تعال نروح نشوف البروتين البروتين عبارة عن ايه البروتين عبارة عن حاجتين انتجرال بروتين وبريفرال بروتين الانتجرال بروتين اللي هو موجود جوه الليبيد باي وده ممكن يكون فالشانل ممكن يكون سولفول سبستانسز آه ده الايه ال lipid ده الليبيد كويس يبقى انسايد ذا ليبيد باي وعندي ده اللي بقول عليه Integral Protein اهو بص كده penetrating ذا هول سيل ميمبرين طيب ايه البريفرال بروتين بريفرال بروتين اللي هو موجود بره اللي هو زي الازرق ده زي الاخضر ده ايه ده موجود ناحيه واحده موجود في ايه في جهه واحده attached to outer surface of the cell membrane موجود اهو زي ده كده ده peripheral protein او لايه لل surface لكن مش زي دول شايف التلاته دول دول بقول عليهم integral دول عليهم بقول عليهم ايه؟ integral ليه؟ لان هم penetrating او inside the lipid bilayer penetrating the whole layer عشان كده ممكن يبقى في منهم channels ممكن يبقى في طيب البريفرال بيشتغل كاستابيلايزر هو كمان بيشتغل كاستابيلايزر نيجي لثالث حاجة اللي هي النشويات أو الكربوهيدرات، شورت chains carbohydrate، شورت chains sugar، هي باللون الأسود أهو، اللي باللون الأسود اللي أنت شايفها دي، شايف اللون الأسود دي، شورت chains uh, carbohydrate، شورت chains sugar، attached to the outer surface، كويس؟ uh, و if it attached to the protein، زي ما أنت شايف كده ماسكة في البروتين، تبقى أقول عليها إيه؟ جلايكو، جلايكوبروتين يبقى بقى الكومبوننت كده اسمه جلايكوبروتين لو اتاتش للليبيد اهو شايف دي كده اللي ماسكه في الليبيد هتقول عليها ايه؟ جليكو ليبد، جليكو ايه؟ جليكو ليبد، projecting from the outer surface of the membrane. fluid mosaic model لما جينا نقول uh, uh, ال ال الممبرين بيبقى له تو كاركترز fluid and mosaic. موزايك، fluid لانه الفوسفوليبيد ار are semi-liquid at body temperature. فتحس انه لو انت بتتفرج على السيل برين كده تحس ان هو عامل زي سطح البحر عامل زي سطح البحر لو انت بتتفرج على السيل برين يبقى عامل زي سطح البحر او سطح الميه نهر او بحر كويس هقول عليه فلويد سطح اي سائل ذا الفلويد كاركتر موزايك ليه موزايك لانه الابيليتي اوف سكاترد بروتينز تو موف لاترالي هنا بص البروتين ده بيتحرك شمال ويمين البروتين اللي باللون اللبني ده ممكن يتحرك شمال او يتحرك يمين فبيديني شكل كاني باصص على لوحه الشطرنج فلويد موزايك موديل because ذا ابيليتي اوف تو موف ثرو ذا عشان كده العلماء قالوا يبقى هو عباره عن عامل زي سطح الميه ولكن البروتينز اللي فيه بتتحرك شمال ويمين ما هياش ستاتيك لا هي كاينيتك دايناميك دايناميك ممبرينز بتتحرك شمال ويمين طيب سيل ممبرين ترانسبورت سيل ممبرين ترانسبورت عندنا اكتر من طريقه للترانسبورت ماشي كده يا شباب عندي باسيف ترانسبورت عندي ايه باسيف ترانسبورت عندي اكتيف ترانسبورت عندي فيزيكال ترانسبورت خلينا الاول ناخد الباسيف ترانسبورت باسيف ترانسبورت يعني ما فيش طاقه ما فيش طاقه تهدر عشان الحاجه دي تتحرك فعندي الديفيوجن وعندي الاوزموزس وعندي الفاسيليتيد ديفيوجن تمام كده تعالوا نم نمسك كده سمبل ديفيوجن يعني ايه سمبل ديفيوجن سمبل ديفيوجن ات از ذا ترانسبورت اوف سبستانس فروم هاي كونسنتريشن تو لو اللي هي الانتشار اللي هي الانتشار البسيط uh transport of a substance from high concentration to low concentration it is a passive process there is no energy cost there is no energy cost right an example have andy actor Hage الباسيف ديفيوجن هي الاكسجين الكربون دايكسايد اللي هي الجاسز مع طبعا الفات سولابل مولكيولز الفات سولابل موليكيول زي اللي هي الليبيدز حاجات زي الليبيد او او, أو فات سولابل فيتامينز فيتامين A إيه فيتامين دي فيتامين اي فيتامين K اند سو اون كويس طيب عايز تروح لتاني طريقه للدخول اللي هي حركه الميه الميه بتتحرك ازاي الميه بتتحرك زي بالديفيوجن برضه ولكن من الهاي ووتر كونسنتريشن يبقى موفمنت اوف ووتر موليكيول منين من الهاي ووتر كونسنتريشن تركيز الميه العالي اللي هي الميه لما تبقى تركيزها عالي يعني هيبقى على طول ايه هتبقى دايليوتد كويس اللي هي الميه المخففه اللي هي تركيز السوليوشن فيها قليل فهنا يبقى تركيز الميه عالي فهي اتحرك من الـ High Water Concentration to the Low Water Concentration، كويس؟ يبقى اتحرك من الـ Diluted Solution للـ Concentrated Solution في الـ Equilibrium. الحالة دي، الحالة دي بنقول عليها Osmosis، اللي هي حركة المية، بنقول عليها إيه؟ Osmosis، كويس كده؟ طيب، ماشي. Hypotonic Solution، اللي هي يعني إيه Hypotonic؟ يعني Low Concentration of Solute and High Concentration of Water. كويس بالنسبه لايه بالنسبه للخلايا يبقى لو انا عندي هايبرتونيك سوليوشن هايبرتونيك سوليوشن اللي هو محلول مخفف بالنسبه للايه للخليه فده هيبقى تركيز لوور كونسنتريشن اوف سولوت وهاي كونسنتريشن طب انا لو جبت خلية وحطيتها في هايبرتونيك سوليوشن ايه اللي يحصل بالظبط كده ابتدى الميه تتحرك لجوه الخليه ابتدى الميه تتحرك من بره لداخل الخليه وده يديني swelling of the cell. swelling of the cell كويس؟ تو انتيك اوف ووتر طب العكس لو انت عندك hypertonic solution يعني ايه hypertonic solution؟ يعني هاي concentration of solid ولو concentration of water than the cells وجيت حطيت فيها خليه ايوه الميه تسيب الخليه وتخش الايه؟ وتخرج لبره وتخرج لبره دي بنقول عليه ايه؟ برضه موفمنت بالاسموزس هتتحرك من جوه لبره لو اتحركت من جوه لبره هتديني على طول الايه الشرينكج اوف ذا ووتر تعالوا نشوف كده اولا ادي ديفينيشن اوف اسموزس انت عندك هنا كونسنتريتد سوليوشن الميه فيه قليله والملح فيه كتير طب الناحيه الثانيه فيه ايه في دايليوتد دايليوتد سوليوشن الميه فيها كتير والملح قليل طب ايه اللي هيحصل بص الميه يتحرك منين من الهاي كونسنتريشن اوف ووتر هاي ووتر اهو تتحرك من هنا تروح هنا طيب تتحرك لو هنا طبعا ما بينهم سيلكتيف بيرميبل ممبرين سيلكتيف بيرميبل ممبرين ما بيحركش الايه ما ما بيحركش الايه ما يحركلكش يحرك ال بيمنع حركه الايه الصوديوم فيبتدي الميه تتحرك من هنا تتحرك الميه من هنا من هنا شوف ايه ده ده زادت الميه بص زادت الميه ازاي لان الميه اتحركت من هنا لهنا لغايه ما يحصل ايكوليبريم يعني يبقى تركيز الملح هنا هو تقريبا نفس تركيز الملح هنا لان الميه اتحركت من الهاير كونسنتريشن فوتر لللوور كونسنتريشن فوتر عشان تديني او الحركه دي اسمها اوسموزس الحركه دي اسمها اوسموزس ماشي كده طيب تعالى بقى نروح للأبليكيشن ده لو انا حقنت عيان بهايبوتونيك او لو جبت عينه دم كرات دم حمراء ورميتها في محلول ملح مخفف اللي هو دايليوت اللي هو ايه هايبوتونيك ايه اللي يحصل الميه تبتدي تدخل جوه الخليه يعني الميه تبتدي تتحرك بالاسموزس لجوه الخليه لغايه ما الخليه يحصل لها ايه سويلنج زي ما انت شايف كده لغايه ما الخليه يحصل لها سويلنج توصل طيب لو حطيت كره الدم الحمراء في محلول ملح مركز كونسنتريتد ها ايه اللي يحصل الميه تسيب الايه؟ الميه تسيب الخليه وتخرج لبره، تخرج لمحلول الملح والخليه يحصل لها شرينكج تكش. طيب ايه كمان؟ ايه كمان يا شباب؟ قال هيبتدي لو حطينا خليه كرات الدم او اي خليه في ايزوتونيك يعني نورمال تركيز طبيعي، تركيز ميه و الاملاح في طبيعي زي جوه الخليه زي بره تفضل محافظه على شكلها اللي هي نورمال ريد بلاد سيل فدي اللي احنا بنقول عليها الاسموزس دي اللي احنا بنقول عليها أسموزس ثالث نوع هنتكلم عنه او ثالث طريقه للباسيف للباسيف ترانسبورت اللي هو انك بتتحرك من غير ما تدفع طاقه اللي هي facilitated ديفيوجن facilitated ديفيوجن ترانسبورت اوف سبستانس from high concentration زي ما انت شايف كده high concentration لل low concentration لكن في الحاله ديت اه اه رغم انها باسيف بروسيس وزود انرجي كوست الا انها بتحتاج بروتين تحتاج البروتين طبعا اللي هو الكارير شيال انت عايز شيال ترانسبورتر اهو ترانسبورتر كويس ف بيعمل ايه شيال هيجي يشيلها اهو ادي اه بيروح شايل الايه دي طبعا شانل دي تشانل ماليش دعوة بيها، أنا بتكلم على دي. دي آدي الـ channel اهي، ادي دي الترانسبورتر هو، يجي الترانسبورتر ياخد الموليكيول ويروح فاتح الناحية التانية. لو خده من هنا يروح إيه؟ فاتح الناحية التانية، يتفتح الناحية التانية، فلما بيتفتح الناحية التانية يفتح يروح منزل الموليكيول الجهة التانية، فده اللي إحنا بنقول عليه facilitated diffusion، facilitated diffusion. Example عندك الجلوكوز and أمينو أسيد عندك الجلوكوز والأمينو أسيد بيتحركوا بنفس الطريقة دي. تمام كده؟ ووصل هنا للـ active transport، للـ active إيه؟ الـ active transport، active transport يعني بيتحرك من الـ high concentration للـ low concentration، إزاي بقى يتحرك من بيتحرك من الـ كونسنتريشن للهاي low concentration للـ high concentration؟ هتقولي إزاي؟ تركيز قليل يتحرك ناحيه التركيز العالي يعني فروم لو تو هاي قلت لك اه هنا هيحتاج بقى حاجتين هنا هيحتاج كارير اهو وهيحتاج انرجي انك يعني انت بتتحرك عكس التيار تحرك ضد التيار زي ما يقول لك انا بعوم ضد التيار يبقى انا عايز طاقه جامده جدا انا عايز طاقه جامده جدا فبجيبها من موليكيول جميل قوي اسمه الاي تي بي اللي هو ادينوزين ترايفوسفيت هنعرفه بالتفصيل بعد كده آه الاي بي او الادينوزين تريفوسفات هو ده العمله اللي انت الخليه بتدفعها عشان تحرك الايه الموليكيول من التركيز القليل للتركيز العالي آه ودي اشهر حاجه هنا هو الصوديوم بوتاسيوم بامب صوديوم بوتاسيوم بامب لانها بتضخ الصوديوم بتضخ الصوديوم لبره وتدخل البوتاسيوم لجوه ومع الاخذ في الاعتبار ان الصوديوم عالي بره والبوتاسيوم عالي جوه فبالتالي هي محتاجه لطاقه عشان كده بنسميه اكتف ترانسبورت بنسميه اكتف ترانسبورت هنا تجميعه للباسيف ترانسبورت يعني ايه باسيف يعني من غير طاقة والاكتف ترانسبورت حطيتها لكم مع بعض سيمبل ديفيوجن فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن فاسيليتيتد ديفيوجن فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن بس بستع... تا... بس بستعمل ترانسبورتر اهو شيال أو ناقل و أكتف ترانسبورت، اكتيف ترانسبورت هنا بحتاج ناقل أو شيال هو ترانسبورتر مع الطاقة لأن بينقل من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن عشان كده بحتاج طاقة. طب. تمام كده يا شباب؟ طيب نوصل للفيزيكال ترانسبورت ودي لازم لها حكاية، لازم لها إيه؟ Physical transport is a type of transport of large molecule. لو بصينا هنا كده هتلاقي large molecule. This is a large molecule. Large molecule دوت لما تيجي الخلية تاخده مثلا protein molecule أو مثلا lipoprotein molecule

physical transport physical transport ان انا عندي لارج موليكيول هنا آه مش هينفع انه يتشال مثلا بالكارير او يعدي من غير من من خلال الشانل انما ده الخليه هتاكله او هتاخده عشان كده بنقول عليه اندوسايتوزيس خليه بتاخده بالاندوسايتوزيس بص كده على اللي تحت دي اللي تحت دي هي الاندوسايتوزيس بص ذا Inferior diagram, the lower diagram showing the endocytosis. This is the protein or lipoprotein. This is the molecule. The cell gonna a phagocytose uh, the, it. The, the molecule will fall in the pit. الخلية بتعمل حفرة كده عشان المolecule يجي فيها. طب وبعدين؟ بعد كده هو بنبتدي تتعمل عملية الphagocytosis. خلية تكون physical. أهي. شايف <applause> الفيزيكل at uh, the two edges of the vesicle the two edges were fused with each other اهي سيل ميمبرين ريجين والفيزيكل نفسها بتتكون اهوت وبالتالي هلاقي ان البروتين او اللايبوبروتين او اللارج موليكيول اندو سايتوزد تاخد بقى دخل كلمه اندو يعني جايه كلمه انتر انتر يعني داخلي دخلت الخليه تيكن انتو ذا سيل يبقى endocytosis is a process by which the molecules are taken into the cell. طيب هفترض ان الخلية ابتدت تاكل في الموليكيول دوت بتاكله وخلصت اكل وكل حاجة وعايزة تخرجه البرة. طيب وهي بتخرجه لبره العملية دي اسمها ايه? جاي من كلمة exit. جاي من كلمة exit. فمسمية ايه? exocytosis. exo سي... يبقى اخراج هي. كلمتين exo يعني خارجي اخرج. cytosis يعني خلية. يبقى خروج بره الخيّة. process by which the cell excretes the waste products أو ادي ال waste products موجود في فيزيكال وبعد كده الفيزيكال بتبتدي تقرب من ال cell membrane وبيبتدي يحصل exocytosis انها تخرج ال content لبره exocytosis بتخرج لبره طيب ال endocytosis وال exocytosis هتسميهم ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا بنستعمل هنا مش بنستعمل بقى بروتين از ترانسبورت او بنستعمل الديفيوجن لا احنا بنستعمل الفيزيكال دي اهي this از ذا فيزيكال فعشان كده هنسميه فيزيكال ترانسبورت فور لارج موليكيول اي ثينك ات از كلير ات از كلير اند easy. يس yes. طيب الاندوسايتوزيس اللي هو الخليه وهي بتاكل او الخليه وهي بتشرب العلماء قالوا تعالوا نقسمها لو احنا الخلية دي أخدت solid يعني الخلية دي لو عملت transportation ل solid material when the solid particle comes in contact with the cell membrane and the cell membrane will gradually surround it أهي خلية solid material جت هنا in contact with the cell membrane and the cell membrane surround it أهي and then the membrane and the vesicle fuse with each other يبقى membrane of the vesicle حصل له إنه دخل في بعضه والمنبرين سيل منبرين اوف of the cell دخل في بعض فبالتالي يبقى أنت اتكونت عندك الإيه؟ The physical is formed. The physical is formed. So the membrane بينش of to form the endocytotic vesicle. طيب يبقى كده في حالة السوليد solid material بنسميها إيه؟ phagocytosis، الأكل، الأكل، خلية أكلت، أكلت، engulfment of solid ماتيريال طب افرض الخلية أخذت فلويد ماتيريال فلويد ماتيريال يعني الخليه ايه شربت يعني قال لك لا في الحاله ديت الاندوسيتوزيس هقسمها لا او هسميها ايه فاينوسيتوزيس فاينوسيتوزيس او ساعات بيسموها فينوسيتوزيس يبقى ترانسبورتيشن اوف سوليد ماتيريال اسمه فاجوسيتوزيس اللي هو اندو ان انتري اوف سوليد ماتيريال فاجوسيتوزيس انتري اوف فلويد ماتيريال اسمه باينوسيتوزيس اوكي okay. طبعاً ده جدول بيلخص اللي احنا أخدناه، اهو diffusion, passive movement of any substance from high concentration to low concentration. الأسموزس، passive diffusion of water through the semi-permeable material من الـ high concentration of water للـ low concentration of water، ده osmosis facilitated transport, accomplished by protein in the membrane, allow passage of Uh, otherwise restricted molecules حاجات محدده يعني ايه هو ليميتد الحقيقه للجلوكوز والامينو اسيد عشان كده بيقول لك ريستريكتد موليكيول لان طبعا انت محتاج برضو هنا بروتين اكتيف ترانسبورت ده بيتم من خلال بروتين اللي هو بام وبتعمل ترانسبورت اجينست الايه الكونسنتريشن gradient يعني من الايه من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن عكس الطبيعه طبعا اشهر مثال ليها صوديوم بوتاسيوم بامب الـ Physical Transport عندي endocytosis هو بقسمه phagocytosis penocytosis, phagocytosis of solid material, penocytosis أو pinocytosis to the droplets of water, exocytosis اللي هي release أو exit of the material outside the uh, cell. Okay. طبعاً this is the assignment questions. I hope you can answer the three assignment questions. تعالوا كده نحل شوية أسئلة. مثلاً: glucose molecules enter through. which of the following؟ جلوكوز من الحاجات اللي ليها مت... ليها ترانسبورت ميكانيزم معينه. ايوه بالظبط كده اللي هي عمليه الايه؟ facilitated diffusion اللي هي نمبر بي. نمبر 2 fat soluble molecules enter the cells throughها تعمل بوز وحاول تحل كده هتلاقي نفسك ها تحل ازاي؟ ها fat soluble molecules يخش ازاي؟ طبعا بالايه؟ الديفيوجن الديفيوجن اي. Sodium molecules enter the cells against concentration. أول ما تلاقي against كونسنتريشن علم على كلمة against كونسنتريشن كده، تعلم عليها عشان تعرف تفكر. تقدر تجيبها بقى من الخمس حاجات اللي موجودين في الاختيارات. طبعاً نمبر دي اللي هي active ترانسبورت Active ترانسبورت against كونسنتريشن ماشي؟ Bilateral of cell membrane is formed of bilayer of cell membrane. الباي bilayer معمولة من إيه؟

اندوسايتوزيس طب بس ده سوليد ماتيريال اقول لك خلاص ما دام سوليد ماتيريال يبقى فاجو يبقى ايه فاجو امال ايه الباينوسايتوزيس ده لا الباينوسايتوزيس فلويد شوف انت هنا فوق كده في الستيم اوف ذا كويستشن سوليد ماتيريال واتر موليكيولز انتر اور ليف ذا سيلز ثرو ها اختار ايه بقى حضرتك اوزموزيس برافو عليك the transport that requires carrier protein and atp energy is called transport that requires carrier protein and atp energy is called هتسميه ايه بقى في الحاله ديت دي تسمي دوت ايه بقى اللي محتاج الكارير والatp طبعا active transport active transport Thank you for all of you. I hope it was beneficial. I hope it was helpful for you. Ashoku inshallah fi part two inshallah main cell structure.